بجد ترحيب بحضراتكم. ده طبعا المؤتمر الصحفي الخاص بكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري، وبعد طبعا الامور الخاصه بالمباراه. واكيد كابتن حسام بيفكر بشكل كبير في المباراه، وان هو عنده طموح مع فرقته ان هم يحصلوا على هذه البطوله. خليني اروح سريعا على الهاتف، معايا واحد من نجوم النادي الاهلي الكبار واحد اعظم المعلقين المصريين، لازم نقول كده فعلا، المعلقين المصريين على المباراه، كابتن ميمي الشربيني. كابتن ميمي مساء الخير عليك كابتن. مساء الفل، تحياتنا ليك يا كابتن، تحيات كابتن شريف عبد المنعم، وتحيات كابتن ربيع ياسين. اهلا وسهلا. تحياتنا ليك كابتن. كابتن سليم يعني حضرتك واحد من افضل واعظم المعلقين المصريين على المباريات، يعني اكيد مباراه الغد بيبقى ليها طابع خاص، خصوصا لما تكون نهائيه او بتبقى مباراه بطوله. كابتن ميمي الشربيني دائما كنا بنستمتع بيه، وخصوصا يعني المباراه النهائيه بالذات يا كابتن. هو وضع طبيعي المباريات الكبيره دي بيبقى الواحد بيهتم بيها وبحاول يسال الجماهير بنوعيه المباراه وطبعا التفاصيل وربط الاحداث والشغل ده كله هذا طبيعي. انا ما انسلكش يا كابتن، ما انسلكش يا كابتن، وانت بتعلق على مباراه 4-4 اللي انت تتذكرها لما حرزت انا الهدف التاني. يعني بص حاجه جميله بصراحه، احنا كنا بنستمتع بكابتن ميمي بشكل كبير، يعني حاجه ممتعه فعلا كابتن. نفتقدك حاليا في التوقيت الحالي يا كابتن. لا يعني البركه بقى في الموجودين يعني لا بس ازاي، لا ازاي، زي ما كنا بنتكلم على كابتن لطيف بس. كابتن جويني طبعا، يعني طبعا وحشنا يا كابتن ميمي. انا شريف عبد المنعم. يا شارف وحشني يا حبيبي. ازيك يا حبيبي؟ احنا مقصرين معاك والله، انا عارف. لا لا ابدا، لا والله احنا مقصرين جامد والله. شايفك. لا لا ربنا يخليك. حضرتك استاذنا وكابتننا ومدرسه تعليق فوق الوصف وتدريب وكل شيء. لا انا بتابعك اهوت، وربنا يوفقكم كلكم يعني. طمنا عليك يا كابتن. طمنا عليك كابتن، حضرتك في يعني ايه الاخبار، فين حضرتك كده يعني؟ طمنا على كابتن ميمي. انا في جمصه الحقيقه. والله يا كابتن برافو عليك والله. صيفت وبعدين قعد شويه كده. طيب كابتن يا ربنا يبارك في صحتك كابتن. لكن خليني اقول لك كابتن، افضل او النهايات اللي حضرتك علقت عليها بشكل ما. والله وفي ماتشات كتيره الاهلي والزمالك، وخصوصا في ماتش انا فاكره انتهى بالتعادل وتعمل فيه وقت اضافي حاجه زي كده يعني. اذا كان ذاكره ما تخونيش يعني. وهي انت عارف ماتشات الاهلي والزمالك دي احنا بنقول مباراه قمه، لان الجماهير مصر كلها ايا كان، حتى في الاسماعيليه جماهير الاسماعيليه برضه تلاقيهم يا اهلي يا زمالك يعني. صحيح. نادي الاسماعيلي تبعهم لكن بيحذفوا ناحيه الاهلي او الزمالك، والناديين طبعا معظم اللعيبه بين امتداد ل والناس بتتابعها، وان شاء الله نشوف ماتش كويس يعني. كابتن ميمي حضرتك علقت لمباريات الاهلي والمصري، تتذكر برضو مباريات كانت قويه ما بين الفريقين حضرتك علقت عليها؟ والله انا طبعا انا علقت على ماتشات كتير من طبعا 100% الاهلي والمصري علقت عليه. بتبقى ليها طابع خاص برضو مباريات الاهلي والمصري كابتن. طبعا انت عارف جمهور بورسعيد بيعشق كره القدم وبيعشق فريقه، ومش عاوز اقول لك ان هو بيبقى ضد النادي الاهلي على اساس النادي الاهلي هو بياخد البطولات وبتاع، فبيهمه النادي المصري يكسب الاهلي عشان يمنعه من حاجه، من بطوله من حاجه. لكن طبعا النادي الاهلي ليه شعبيه كبيره، المصري ليه شعبيته بورسعيد مفيش شك. صحيح يا كابتن، دائما بيبقى كابتن كابتن ميمي ليك لازمه كده في المباريات. بكره لو في كابتن ميمي بيعلق على المباراه، اللازمه اللي ممكن تبقى موجوده ايه؟ خصوصا السوبر معمول في الامارات يعني. لا والله اصل بتبقى اللي محتاجه تحضير يا كابتن. طبعا حضرتك كنت بتحضر كتير يا كابتن طبعا قبل اي مباراه. في حاجه بتفرض نفسيها ساعتها. في حاجه انت محضرها، ما هو لازم ما تخش افكرك انا باللازمه بتاعت سونجو وبونجو، وطلع فوق سونجو وبونجو. فاكر انت الجول بتاع مجدي عبد الغني ده اللي كان في بطوله افريقيا؟
والله مش فاكر قوي، لكن طبعا انت مش فكرني. فاكر مجدي اصلا. لا ازاي بقى. كان ليك لازمه يوم ماتشات افريقيا دي، كنت بتشحن الناس يعني الحقيقه مدرسه. طبعا الماتشات الكبيره دي بيبقى ليها دور بالنسبه لينا كمعلقين، او بالنسبه لي انا كمعلق يعني بهتم بيها قوي وبرتب لها كويس قوي. وبعدين الاحداث بقى غير المعلومات اللي عندك، في احداث بتحصل، فانت هنا بقى تكون صح والتعليق الجميل. اهم حاجه كابتن اكيد التقديمه الاولانيه للمباراه دي بتبقى مهمه جدا، تحضيرها ولا انا غلطان؟ لا هو طبعا لازم. ما شوف هقول لك حاجه، هم كله مهم يعني، انت عشان المباراه تبقى ناجحه وانت متعلق عليها في مقدمه ليها طبعا، وفي ربط احداث، ربط اللي هو في الموضوع قبل نفس المباراه ما بتلعب او اثناء المباراه بتلعب، في ربط احداث يعني يكونوا لعبوا قبل كده في فرقتين، يكون حد جاب حاجه من النجوم اللي بيلعبوا، اللي هي ربط احداث بتفكر صحيح. الناس فيها يعني، مهمه جدا جدا طبعا. صحيح كابتن ميمي، يعني انا يعني مش عايز اتعبك اكتر كده، وبشكرك كابتن، ونتمنى تواجدك في قناه الاهلي كده، متواجد معانا كده كضيف ان شاء الله، ويعني استمتع بيك كابتن ميمي الشربيني، واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين ومن اعظم المعلقين على المباريات في الدوري المصري، واي مباراه الصراحه بتستمتع بيها حتى لو كانت ماتشات اوروبيه في كاس العالم كنا بنستمتع بكابتن ميمي الشربيني. بشكرك كابتن ميمي طبعا يعني تواجدك معانا على الهاتف، وترجع لنا بالف سلامه من جمصه يعني كابتن ربيع، واحنا بنتكلم يعني